كملين معكم باللاذقية مع هيدي. أكيد رح نبقى باللاذقية مشاهدينا ومشاركة واسعة من فئات عمرية ومختلفة وتبادل للخبرات. شهدها معرض النمذجة الرياضية بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية بنسخته الثالثة. والمعرض هيدي شكل محطة هامة لصقل قدرات الأطفال واليافعين كمان والشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات البرمجية اللازمة لإيجاد الحلول قابلة للتطبيق وحاسوبيا كمان. وللمزيد أكيد حول هذا الموضوع معنا عبر الاتصال الهاتفي من اللاذقية المهندسة مريم فيودة رئيسة فرع الجمعية السورية للمعلوماتية في اللاذقية. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك أستاذة مريم وأهلا وسهلا فيكي. بداية كلنا بنعرف أنه النمذجة الرياضية بنستخدمها للعلوم الهندسية للبيولوجية للمعلوماتية، لكن كمان عم نسمع عم بيكون في استخدام بالعلوم الاجتماعية لنوضح بعض الأمور يلي لها علاقة بالحياة والكون. خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين عن معرض النمذجة الرياضية بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. بداية صباحكم سوري من اللاذقية، أهلا وسهلا فيكم. نعرفكم على معرضنا، معرض مشاريع النمذجة الرياضية للأطفال اليافعين للعام 2023. طبعا هيدا للعام الثالث على التوالي نحن عن تيم المعرض، معرض النمذجة الرياضية، واللي بيميزه طبعا لفئة الأطفال واليافعين الأعمار، الفئة المبكرة للأعمار الصغيرة. طبعا هو اللي بيكرر التحول العميق في تقبل الرياضيات لهي الفئة العمرية الصغيرة عبر ربط تطبيقات واقعية، وهو هيدا الشيء اللي بتعنى به علوم النمذجة الرياضية، بحيث نسعى لإنشأ عنا جيل علمي متمكن يملك مهارات متقدمة في القدرة على التحليل العلمي الرياضي، وهو هيدا المهم، مع مهارات حاسوبية برمجية بيجي توظيفها طبعا لمحاكاة نماذج رياضية منصممها ومنفهمها ومنحللها، منحلل حركة الظاهرة ومنعبر عنها بهي النماذج الرياضية. طبعا نحن بدأنا المعرض بفترة تدريبات تحضيرية استمرت لقرابة شهر ونص، بعد من خلالها طبعا الفرق اختارت مشاريعها، وزعت مهامها على المشاركين بالمعرض، تم تدريبهم على كيفية معالجة المسألة المطروحة والاستفادة من كل شيء تلقيناه من خلال الكورسات اللي قدمناها خلال العام من علوم ومعارف بنادي النمذجة والمحاكاة طبعا، وعلى تدريبهم كيف بيصمموا عروض تقديمية لمشاريعهم. طبعا شارك بمعرض النمذجة الرياضي للأطفال واليافعين 11 مشروع كانوا خاصين بعلوم النمذجة، بالإضافة لتسع مشاريع موائمة للنمذجة والمحاكاة من نادي الروبوت والذكاء الصناعي ونادي البرمجة. طبعا المواضيع كانت متعددة متعلقة جيولوجية، هندسية، إنتاجية، رياضية، تصميمية، طبية. طبعا كانت الأهم طبعا نحن بالجمعية العلمية السورية المعلوماتية من انطلاقتنا كان في ترسيخ لمفهوم التعليم التفاعلي متعدد الأدوات، طبعا يبدأ بمفاهيم مجرد نظرية ولا ينتهي بالمشاريع التطبيقية، بل يتعداها مثل ما ذكرت لحضرتك لتحقيق حلول ومشاريع متكاملة نستفيد منها بجميع القطاعات والفعاليات في المجتمع. وهيك ما ممكن حققنا فقط هدفنا الأساسي اللي هو نشر علوم المعلوماتية، بل تجاوزنا لحتى نخلي أدوات التقانن المعلوماتية المختلفة في خدمة قضايا مجتمعنا وتقديم حلول قابلة للتنفيذ وتطوير المجتمع ليكون بمصافي المجتمعات متطورة طبعا اللي بتعتمد بمعرفة العلوم الحديثة أساسا في بنيان. وهذا اللي عم نشتغل عليه بفرع اللاذقية بالجمعية المعلوماتية. من لما تأسس نادي النمذجة، نحن أسسنا نادي النمذجة من عام 2018، عرفنا فيه الشباب من عمر اليافعين والشباب لمفاهيم النمذجة بأدوات التقنية كبرمجيات الماتلاب، وصار عندنا شريحة كبيرة من المستفيدين عندنا بالجمعية هون باللاذقية بمختلف الفئات العمرية عم يستخدموا هاي المفاهيم والمعادلات بطريقة تطبيقية وعلمية كمدخلات لأدوات تقنية بهدف توصيف المشكلات الحياتية توصيف علمي واقتراح نماذج حلول وتبيان أي الأكثر القابل للتطبيق والتنفيذ.
طبعا الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ضمت نماذج كتير وأعمار مختلفة، أطفال ويافعين وشباب كمان. خلينا نحكي عن المشاركة والتحضيرات للمعرض، كيف كانت من قبل هدول الأشخاص والمشاركين؟ نحن كان ما يميز هذا المعرض أنه هو كان تجمع أو تجمع لجميع الأندية، وكان محطة للإضاءة على جزء من نشاطات الفرع خلال العام. وكان في نماذج مثل ما حكينا من نادي النموذج والمحاكاة، نادي الروبوت والذكاء الصناعي، كان في عندنا مشاريع لها علاقة بمحاكاة الموجات الزلزالية، كان في عندنا مشاريع لها علاقة بالشبكة العصبية تقنية للتطبيقات الطبية، كان لها علاقة عن سباق البوتات، كان في كثير مشاريع من نادي النموذج. وكان الجزء الأهم كان في نتاج مسابقة النمذجة والمحاكاة اللي هو بيكون المعرض مخرجاتها مسابقة النمذجة والمحاكاة اللي هي كانت للسنة الرابعة التوالي، حيث تم تكريم الفائزين بمسابقة النمذجة ضمن المعرض لتكريم الأوائل وأعطاء جائزة سنية للكان ومتميزين بالمسابقة، بالإضافة للجزء اللي كان أهم وهيدا اللي كان بيعطي عملنا خلال العام شرعيته، وهو قسم ذوي الشهداء والأيتام، حيث خصصنا بمبادرة المعلوماتية أداة أعمار بنادي النموذج والمحاكاة. مشكورين إدارة نادي النموذج والمحاكاة الممثلة بالدكتور محمد خير محمد وأعضاء النادي وجميع الأندية والجهات العلمية المشرفة على تدريب ذوي الشهداء، ومن رابطة أبناء وبنات ذوي الشهداء وجمعية المساعي الخيرية لكفاءة الأيتام على علوم النموذج الرياضي، وكانوا مشاركين كمان بالمعرض وكان لهم حيز مهم، عرضوا فيه مشاريعهم وتم تكريمهم وتوزيع شهادات إلى علاقة بتدريبهم خلال العام، وكان في مخرجات لمشاريع اللي نفذوا. نعم. ويمكن أستاذة مريم نحن اليوم عم نحكي عن النموذج الرياضية بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، ولكن خلال حديثك ذكرتي أنه اليوم عندنا نوادي عديدة ضمن هي الجمعية، إن كانت نادي البرمجة، المحاكاة، نادي الروبوت، نادي الذكاء الصناعي، هدول النوادي اليوم الموجودين ضمن هي الجمعية قد بيكملوا بعض؟ ما بينجح العمل وخاصة بعلوم تقنيات المعلوماتي إذا ما تكاملت النوادي، لأنه هي بالأساس عملها متكامل. فنحن كمان من عام 2018 قمنا بتطوير مفهوم نادي الروبوت عبر إدخال مفهوم الذكاء الصناعي على المشاريع التي يتم تنفيذها، وهون كان في تداخل لنادي الروبوت ونادي الذكاء الصناعي، لهيك سميناه نادي الروبوت والذكاء الصناعي على المشاريع اللي يتم تنفيذها. واستهدفنا كمان الفئات العمرية المبكرة اليافعين، وحققنا نتائج أكثر من رائعة على الصعيد المحلي والعالمي عبر تحقيق فرقنا جوائز، إن كان ببريطانيا بالذكاء الصناعي حقق فريقنا المركز الأول، وكمان يعني عندنا نتائج على مستوى النموذج والمحاكاة حققنا الأول على مستوى سوريا في العام الماضي. لا تنجح أي مشروع تقني بدون ما نستخدم، لأن هي علم قائم بحد ذاته، إن كان علم الميكانيك، البرمجة، علم النموذج، إلا تستخدم لحتى بالأخير يطلع عنا نموذج صحيح. أكيد بدنا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق والازدهار، وإن شاء الله هيك يا رب ظلوا مستمرين بتسليط الضوء على هي المشاريع الناجحة وتعليم التطورات الجديدة، إن كانت بمجال التكنولوجيا أو بالنمذجة، ونظل مواكبين جميع التطورات. أكيد بدنا نشكرك الأستاذة مريم فيود رئيسة فرع الجمعية السورية للمعلوماتية باللاذقية، شكرا لك ولجميع الكوادر اليوم الموجودة ضمن هي الجمعية يلي عم تعتني بعقول الأطفال لتنمي أفكارهم اليوم، وأنتم عم تساعدوهم بهذا المجال، شكرا لك.